فضيلة الشيخ، بالنسبة للإنسان إذا مات أين تكون روحه؟ والمجانين ماذا يعمل الله سبحانه وتعالى به؟ بارك الله. أما أهل الجنة فتكون أرواحهم في الجنة وهم المؤمنون، وأما أهل النار فتكون أرواحهم في النار كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المجانين فالمجانين إذا كان أهلهم مؤمنين، أبوه أو أمه، فهو من المؤمنين، لأن المجانين والأطفال حكمهم حكم آبائهم. ولد المؤمنين من المؤمنين، وولد الكفار ليس من المؤمنين لكنه في الآخرة، وولد الكفار ليس من المؤمنين في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فالصحيح أن الله عز وجل يمتحنهم بما شاء من التكليف، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم.